الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه، الساده الممثلين الاجلاء، اعزائي وزملائي عشاق المسرح، صانعيه ومشاهديه، اهلا بكم ومرحبا في احتفالنا بنجمه جديده تضيء سماء القاهره، الدوره 26 من مهرجان القاهره للمسرح المعاصر والتجريبي. يعني زي ما حضرتك شايف احنا الدوره 26، فالحمد لله التجريب التنبؤ ان هو ماشي كويس، وفي تجريب دايما وفي حركه مسرحيه قويه، ومسرحيين بيحاولوا يدوروا خارج الصندوق ويجيبوا افكار جديده. فالحمد لله احنا عندنا سيستم وعندنا لجنه تنفيذيه ممتازه وشباب تنفيذي دلوقتي محترف ومتدرب كويس قوي، فالحمد لله من ناحية الإدارية بيبقى عندنا سرعة وأداء مميز.